ازاي تقول ابعد عن وشي السعادي، او في جمله تانية يعني كلنا عارفينها اللي هي غور في مكان كده، يعني كلنا يعني اغلبنا تقريبا عدى عليه، بس مش هينفع اقولها عشان احنا ايه يعني مش كل الناس، في اطفال بتتفرج علينا. تعال نشوف ازاي نقول ابعد عن وشي السعادي، يلا بينا. اهلا بيكم فيديو جديد من قناه 5 minute practice، معاكم غالب محي الدين، والنهارده هقول لك ازاي تقول ابعد عن وشي السعادي، او يعني غور من وشي كده يعني. فتعال نشوف بتقال ازاي. بص يا سيدي، في جملتين معروفين قوي وهتشوفهم كتير قوي قدام عينيك، وهما يا اما get out of my sight او get out of my face. واضح جدا معناهم. get out of my sight يعني اخرج عن نظري. طبعا هي ما بتتقالش يعني ايه حرفيا، ما بنترجمهاش، اتفقنا الايديومز مش بتترجم. والتاني اغرب عن وجهي، بس دي بقى لما تيجي تقولها ما تقولهاش كده بلطافة، لا انت تيجي تقولها ايه، بص بيقولها كده get out of my face او get out of my sight. تالت ايديوم، وده بقى معروف وكل الناس بتقوله، اكيد انت قلته قبل كده لحد، وهو go to hell. go to hell امتى بتقولها دي بقى؟ بتقولها لما بيكون قدامك حد وعايزه يمشي، يعني متضايق من وجوده، او مثلا انت ما بتحبوش قوي فتقول له ايه go to hell او I'll see you in the hell. فطبعا لما تقول له اذهب للجحيم يعني انت بتقول له انا مش عايز اشوف خلقتك هنا قدامي. رابع ايديوم معانا وهو get lost. get lost، طيب get lost لما بتيجي تقوله هو يعني ممكن ما بيبقاش ايه فيه عدوانية قوي زي الباقيين دولت، لكن هما بيدوا نفس المعنى. زي ايه مثلا؟ عارف انت مثلا لما ايه تبقى واقف كده مستني حاجة معينة، فشخص انت خايف منه يقولك انت مستني حاجة، فتقوله لا، فيقولك then get lost، خلاص امشي. are you waiting for something؟ فتقوله no، فيقولك then get lost، يبقى امشي من قدامي دلوقتي، يبقى اتكل على الله حبيبي، عايز ايه؟ اتكل على الله امشي. او جملة تانية، get lost if you're gonna waste my time. get lost if you're going to waste my time. يعني اتكل على الله حبيبي طالما انت هتضيع لي وقتي. ولذلك حفاظا على وقتك الثمين احب اقول لك ان دي نهايه الفيديو، ولو الفيديو عجبك تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه مش عامل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوز اللي جايه، وشير عشان اكبر عدد من الناس تستفيد. ولاول مره احب اقول لك فعل زرار الجرس النوتيفيكيشن بوتن، فعله علشان تجيلك اي فيديو جديد ينزل. بس كده، يلا سلام.